السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أم عبد الرحمن مزوان. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو الفقاس باللوز، اللي كيجي زوين وكيجي منسم وسهل بالنسبة للمبتدئات. ندوزو دابا باش نوريكم الخطوات ومقادير وطريقة التحضير اللي غادي نحتاج لهاد الفقاس ديال البيضات. غادي نحتاج معاهم هنا عندي كاس العنبه، نص كاس حليب ونص كاس ماء زهر، عندي زلافه ديال السكر سنيده، كاس ديال اللوز اللي غادي نبيته مرقد في ماء زهر حتى كيتنفخ بهالطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا، عندي كاس ديال زلجلان اللي تاهو محمر، وزلافه ديال الزيت، جوج معالق ديال النافع، جوج اكياس ديال خميره الحلويات، وكيس ديال الفاني. غادي نحتاج معاهم هنا، نسيت ما وريتكمش، كيلو ديال الدقيق الابيض. هنا في زلاف في قصعة او في اي اناء نتوما كتخدموا فيه غادي ديروا 6 البيضات. هنا انا غادي ندير 5 البيضات، والبيضه السادسه غناخد غير البياض ديالها، والصفار غنحتفظ به نزين به الفقاس ديالي. يعني غادي ندير 5 البيضات والسادسه غادي ناخد لها غير البياض ديالها. هنا كيف ما تشوفوا معايا وصفر ديال البيضه انا غادي نحتفظ به حتى نزين به الفقاس من الفوق. غادي نضيف معاهم السكر، زلافه ديال السكر سنيده، وغادي نخلط مزيان. هنا تقدروا تخدموا بالخلاط الكهربائي او لا بالطراب الكهربائي، هنا انا خدمت غير بالطراب اليدوي. غير هو خاصكم تخدموا مزيان، تضربوا مزيان الخليط ديالكم حتى كيولي بيض بحال كتبغوا تطلعوا كيكه، يعني كتخدموها مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غنخدم مزيان الخليط ديالي. وغادي نضيف الكاس اللي مخلط نص حليب ونص ماء زهر، غنزيد زلافه ديال الزيت، وغادي نعاود نخلط مزيان الخليط ديالي. هنا غادي نضيف الخميره ديال عفوا الساشي ديال الفاني. هنا مهم مزيان تطربوا حتى كيتحسوا بالسكر داب ليكم، كتخدموا مزيان بيديكم. غنضيف جوج معالق ديال النافع والكاس ديال زلجلان محمر واللوز. هنا اللوز ملي كيكون بايت في مرقد في ماء زهر، من الاحسن انا كنفضل ماء زهر حسن من الماء، كيتنفخ كيف ما كتعرفوا باش كيجينا ساهل في التقطاع، وحتى ملي كيكون منسم ماء زهر كيعطي واحد النسمه زوينه في الفقاس، كيجي فيه نسمه زوينه بزاف. انا غادي نخلط وغادي نضيف جوج الاكياس ديال الخميره في الاخير. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبتعاليقكم محفزه للاستمراريه. ودائما كنقول للناس اللي غيشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش تخليو اشتراك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد ديالي. نتمنى نكون انني عند حسن الظن ديالكم، يعني كنقدم لكم الحاجه اللي كتفيدكم.
هنا غادي نبقى نضيف الخليط ديال الدقيق، نضيف الدقيق الخليط ديالي حتى كنجمع العجينة. هذه راها الطريقة اللي كيعرفوا كاع البنات، كنبقاو نضيفوا الخليط الدقيق بشوية بشوية على الخليط حتى وكنجمع لنا العجينة ديالنا. هنا غادي نحتاج الكيلو ديال الدقيق الأبيض، وانتم على حسب البيض، على حسب باش عبرتو الزيت وباش عبرتو السكر، كتبقاو ديما تخليو حداكم واحد الكيلو ربع هكاك ديال الدقيق، وكتبقاو تزيدو حتى وكان يتجمع لكم الخليط ديالكم. هنا غادي غير تجمعو، يعني ما تحتاج لا ديك لا والو، غير تبان لكم العجينه تجمعات كيف ما كتشوفوا معايا. صافي صافي كتكون هذه هي العجينه اللي غادي نحتاج. كتبقاو تزيدو غير في الدقيق بشويه بشويه حتى كتحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا. هنايا انا غادي نقسمها، انا وجدت الطاوه ديالي غادي ندهنها بالزيت، وغادي نبدا نقطع كويرات. غادي ديروا على حسب شحال غادي تهز لكم الطاوه ديالكم وعلى حسب الفران ديالكم شحال تيهز. وبالنسبه للطول ما كيهمش، المهم هو انه كيكون عرض واحد، يعني ما غاديش يكون شي كبير وشي عريض وشي رقيق. هنا كتشوفوا السمك خاصو يكون يعني تقده وحده، بغيتي ديروهم يكونوا كبار راكم كتعرضوا العجينه ديالكم كتجي عريضه، بغيتو في قيقصات يكونوا غير صغار راكم كتطرقوا هاد الحراب اللي كتحربلو كترقوهم، ما كديروهمش طوال في الطول قلت لكم ماشي مشكل، ما كديروهمش عراض بزاف، غير هما خاصهم يكونوا تقاده وحده، ما يكونش شي عريض وشي رقيق. انا غنديرهم بهاد التقاده هذه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كيف ما كتشوفوا درتهم كلهم تقاده وحده، داك الصفار ديال البيض اللي كانت خليت قبل غادي نزيد عليه واحد القطيره ديال الخل، وندير معاه شويه ديال قهوه سريعه الذوبان باش كتعطي داك اللون البني. صافي كندهنهم، ندهن الواجهه ديالهم كامله هكا بالصفار ديال البيض. هنا الفقاس راه كيبغي يدخل الفران يكون الفران بارد، ما يكونش الفران ديجا مسخنينو، يعني ما خص ماشي العكس بالحلويات اللي قبل اللي كيكونوا كنوجدو اولا اي حاجه كنكونوا سخنا الفران قبل، هذا لا، هنا خاص يكون الفران يدخل ليه بارد من الاحسن باش ما كيجيش مشقق من الفوق، حيت الا دخلتو الفران هو سخون كيتفرقع، يعني كيتشقق من الفوق، وملي كنجيو نقطعوه كيتهرس لينا ما كينجحش معانا. هذا سر من اسرار ديال الفقاس. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه حتى وكان ندهن كاع الفقاس اللي عندي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما دهنتهم كاملين غادي ندخلهم الفران، غنشعل عليهم وغادي نخليهم على درجه حراره 170 درجه. غندير بحال الشكل انني بحال باغي نطيب كيكه، بحال ملي كتكونوا باغي نطيبوا كيكه يعني كتهزوها على العافيه كتخليوها بعيده على العافيه حتى كتحسوا بها بدا كيدخلها الطياب، كتحسوا بدا كيتحمر شويه من التحت، عاد كتشعلوا عليها من الفوق ثاني كتحمر من الفوق وصافي، يعني بحال كيدير غير نص طيبه، ماشي كيطيب مزيان، ماشي كتخليه كاع يطيب مزيان، غير هو حتى كتحسوا به يتماسك بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. ها هو كان قبط راسه من التحت وتحمر من الفوق، راه باقي ماشي طايب يعني لدرجه ان ناكلو. هنا كنغطي عليه وكنخليه ليله كامله، كنخليه يرتاح ليله كامله حتى كيبرد مزيان، اولا الا صايبته مثلا الصباح كتخليه حتى الليل وعاد كتقطعو. انا كنغطيه بواحد المنديل وكنخليه كيرتاح ليا كياخد راحته ليله كامله.
صافي وكنبدا نقطع هكا بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. اللوز هو كيف ما كيبان لكم راه مقطع من الوسط دغيا كيتقطع، ما كيحتاج شي سكين اللي كيكون سبيسيال ديال الفقاص، يعني اي موس عندكم. انا هنا راه درت على الموس العادي، كتقطعوا غير بشويه راه ما كيتهرسش لكم وما كيجيش مشقق من الفوق. بزاف ديال الاخوات كيقول لك هذا كيدخلوا يديروا لي ديك نص طيبه كيتفرقع عليهم من الفوق، كيتشقق ملي كيجيو يقطعوا كيتهرس ليهم وكيفسد ليهم الفقاس ديالهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي زوين وكيجي مقطع سهل في التقطع وما كيجيش مهرس. هنا من بعد ما كنقطعو كامل كنستفو في الطاوه ديالي وكنعاود ندخلو. بقيت لي كنكون كنقطع صافي كنكون مشاعل الفران، يعني هنا الفران خاصو يكون سخون، كندخلو وكنخليه يتحمر وكنبقى رده معاه البال، كنحمرو من الجوايه بجوج وكتكون هذه هي النتيجه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاقارب، ونتمنى ان ما تنسبخلوش عليا بلايكاتكم وبتعاليقكم محفزة. ومن هنا الفيديو المجيد ان شاء الله، نتمنى ان نلقاكم على خير وبخير، ومع السلامة.